السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. كنتمنى تكون اموركم كامله بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد كما كتشوفوا. شحال هادي ما صورت السلعه اللي كنجيب لي كوموند الناس. شحال نقول لكم، بعض المرات كنجيبها مفرقه، يعني كل مره كنجيب حاجه والناس كتكون خصهم السلعه ديالهم. لهذا ما كنقدرش نعمل فيديو واحد، ما خصني نهار واحد نجمع فيه السلعه كامله. دابا قلت فيما غتجي شي سلعه هيدا غنصورها باش نعطيكم فكره. المهم اللي بغيت نقول لكم هو هاد السلعه اللي كنجيب، كاينين الناس يعني كيبيعوها لي. اللي بغيت نقول، اللي عجبته شي حاجه انا الانستغرام ديالي كنخليه دائما في صندوق الوصف، يدخل عندي. وحتى اللي ما عرفش يدخل صندوق الوصف، رانيا تطوانيه في انستغرام غطلع لكم لا فوتو ديالي ودي محمد. المهم نعطيكم فكره على بعض السلع اللي كنجيب. كنجيب سلعه يد كازا، يد الشمال، يد تركيا، يد مصر. ولكن السلعه ديال كازا ديال المغرب كنخدم في بروميير كاليتي ماشي في دوزيام كاليتي. وبالنسبه للناس اللي كيتعاملوا معايا وغيكونوا كيشاهدوني من هذا الفيديو، راهم عارفيني شني كنجيب وعارفيني شني كنبيع لهم. المهم كتبقى الثقه ديال الناس وكتبقى المعامله وكيبقى الكونفيونس اللي كيعملوا فينا. ما كنقدروش نجيبوا شي حاجه ماشي ديالك. غنبدا بحاجه كبيره هي اللي عندي هنايا كما كتشوفوا. هذا مجمر، انا عندي كاميرا عاديه حيت ما كنصورش بكاميرا سيلفي. المهم كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. هذا مجمر عامل عليه انا، هذا والله الا باقا ما فتحتوش. هذا لواحد السيده، عاد غنفتحو دابا معكم لان انا ضروري كنبيع فيه السلعه قبل ما كنديها شي واحد. كما كتعرفوا دابا المناسبه بالعيد. ها هو كيشعل كيتفتح. هذا نتمنى يكون واضح، ما غير الله واضح باش نوريكم اكثر واكثر. إذا كنا نشوفو شنو هي البزنس. عندو شي سنينات هما لي يسكن معايا دابا. ها هادو محشوش بطريقة شبيعة، سمحوا لي على الإطالة. المهم هادو كيجيو هكدا في الجناب، زعما الصراحة مزيون. هيدا هيدا كتجي هكدا في الجناب وما كيتصداش، الماركة ديالو مزيانة ماشي بمرة. المهم إذا كانت مولاتو كتبع فينا راه هو مزيون. خلال دابا انا ما عرفت هذا كيجي هكذا. المهم هذا هذه كتجي تحت على قبل الحال الاخير، كتجي هيدا هيدا هذا كيجي هكذا. انا كما كنشي عندي كجيب شي واحد راس عجبني. المهم ها كيفاش كيجي، ها كيجي مزيون، النزله ديالو مزيونه في جوج شبيكات. ملي يسالي منه الانسان كيعملو هيدا. انا بيدي عاد اكتشفتو معاكم، يعني ما شفتش المراحل كيفاش كيتفتح كيفاش هذا صافي كتشدو هيدا. ما كيديش حتى ليسباس الصراحه، تحشي غير مع شيخه. هنايا الشيما كيفاش كيتعدل. المهم سمحوا لي طولت عليكم في هاد البياسه. صافي هادي هي غنيه عن التعريف. فراقه كاينه فراقه، كاينه هادي ضربه وكاينه هادي سته. انا قلت لكم يعني على حسب كوموندنا شنو كيطلبوا، كل واحد شنو كيطلب. هنايا هاد السمطه ديال العيا صغارين كما كتشوفوا. هادي صراحه ما نكذبش عليكم، هادي ديالي جبتها لوالدي حيت ملي كنكونوا في الزنقه ما تبارك الله مكشبه ليش في يدي. واخا كاين بزاف ديال الناس انتردي لهادي، ولكن انا ماشي انتردي معاها بالعكس. اللهم انا نربطو ونحس به محمي ولا نديها في الهضره ديال واحد اخر اللي كيقول مثلا رابط لان نطلق وغنمشي كاراتير سيرتو باكي صغير. انا بغيت غير ملي كنكون مثلا جالسين في شي اسباس ولا شي حاجه، اختو كتكون كتلعب كيبغي يلعب معاها، نكون جالسه ورابطه معايا. يعني هو من يدي بحال لي عامل هنايا، هذه اليد العيل الصغير وهذه بابا. هاي كاينه هنايا.
هذه حاجه اخرى. هاد التشانكله الصراحه انا حقرتها بزاف. علاش؟ لان الدوزيام ديالها عامل بوم في الفيسبوك، ولكن ردوا البال، راه كاين بريمير وكاين دوزيام. هاد بريمير كيفاش عارف؟ راها غزاله مزيونه بزاف. اللي ما عرفاتش هادشي راه هما اللي عندهم ميكي هنايا، خرجوا فيهم ميكي. المهم هذه القطيطه وعندها بوشيت ديالها. انا عجبوني لا بيسين البحر مزيوني. بوشيت، هاد البوشيت عندها هيدا سميتها الصاك، يعني كنعملها بوشيت كنعملها صاك. هادو عجبوني غير لا بيسين البحر مزيوني. هنا كنعمل لي برودوي ديالها. هادي تيكنا، هنا كاين جوج ديال البيجاما نورمال. هادي هي الشورت ديال بازار. هذا قطن. المهم انا قلت لكم ما كاينش بزاف السلعه، ولكن هادو اللي غنوريكم دابا شي حاجه سبيسيال. هاد لي مونطخ غنيين عن التعريف د قولوا لي نتوما د الهند، ما عرفتش اللي باقا عمرها ما استعملتهم. انا بدي عندي وحده كنعمل. وهادو اللي كلشي كيسقسني عليهم في الميدان بيع وشرا ديالي، يعني في فيسبوك ما بقيتش كندخلو بزاف، في الواتساب رانيا كاليتي 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 على حسابي انا، على ضمانتي انا. ما درملهمش الماء، ما درملهمش كولونيا، وها هو ما عندك مدى الحياه. هنايا خاتم براسلي اونسومبل مزيونين بزاف. قليل اللي باقي كيشري الذهب صراحه، قليل بزاف اللي باقي كيشري الذهب باش تلبس هادو. لان الذهب مثلا كولي غتشري تلبسو مرة سابو تخليه ينزل، اللي كيبغي يخبع فيه فلوسو هو حر. ولكن اللي كيبغي اللي كيمل من الديزاين كيبغي يبدل، هما بلاكيور كاليتي غزال براسلي ديالو. وهادي خويتما، هذا لونسومبل الاول. وهاد الثاني هذا هو اللي خطير، يعني خطير بمعنى الكلمة. نيتي لا رافينيتي ولا انفينيتي ما عرفتش هذا الاسم. رافينيتي، المهم يكون التقليد ديال انفينيتي ولا رافينيتي شي حاجه، وقيلا شي مارك زعما. المهم هاد لا مارك راه معروفه حتى هي هاد الدوار. شوف هكذا كيفاش كنبان مزيون بزاف. السنتلة ديالو تشوف كيفاش كتجي. شوف كتجي السنتلة ديالو، يعني هيدا في يدي غدوة حسن. شوف كيفاش كتجي، كتجي مزيونة 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 بزاف. حماقني انا هاد الخويك، سيغتو فيه الذهبي والنقري هكدا غيبا كتر في اليد. السنتلة ديالو جات طويلة. هادو هما النيكشات ديالو. هادي الخاتم طبعا، هذا اونسومبل اخر حتى هو مزيون مودرن تراديسيونال مخلط. خطير هذا مزيون بزاف. مزيون انا عجبني حتى الخدمه ديالو مزيون. وهذا الشيء متقن بزاف. وانا قلت لكم ماشي بيستا ولا شي حاجه، والله ما كيتحل الدواء من عندي الناس وشكروه بزاف. حيت انا ماشي العام الاول اللي كنبيع، يعني دي عامين ولا لا هذه 3 سنين ولا 4 سنين وعندي كليان. كاين اللي بقى، كاين اللي مشى، كاين اللي تزاد، واللي كيدي بلاكيور كيعجبو. هذه بورسيلانه ديالو، هادو النيكشات كنظن باينين. المهم هاد المره ما جبتش بزاف بحكم العيد، وهذا شنطه يعني اولا العيد.
ثانيا اللي يطلب لي اللي كنجيب، يعني ما كنجيبش شي حاجه من غير سيركوم وهادشي اللي كاين. المهم كما قلت لكم اللي بغات تواصل معايا كنخلي انستغرام تحت، اولا في اولا يعملوا رانيا تيتوانيا وغادخل لكم في انستغرام وغادخل لكم في انستغرام على بس رانيا تيتوانيا غطلع. المهم اللي بغات اي حاجه تخليها لي في كومونتير، واللي اللي كيعجبها نوريكم. المهم بنات اللي كيعجبكم نوريكم هكذا السلعه اللي كنجيب، مثلا انا نشارك معكم الميدان ديالي، يعني السلعه اللي كنجيب للناس. مرحبا الدنيا هاني، انا نبقى نشاركها معكم حيت انا كنت عملت فيديو في الاول للقناه وكان بزاف الناس دخلوا عندي صراحه وسقساوني وعجباتهم السلعه وسقساوني على بزاف د الحاجات. المهم كنحاول نقربكم من حياتي اكثر واكثر حيت كاين بنات اللي متبعيني بصح وكيبغوني وكنشكرهم بزاف بزاف، كيخليوا لي كومونتير زوينين كيفرحوني. وانا كما قلت لكم باقا يلاه باديه، يعني باقا افكاري مترشه، راه كاملين عارفيني فوقاش عامله لاشين سيرتو بنات قدامي متبعيني. انا باقا يلاه شهرين تقريبا باش عملت، ولا كل شهرين بالضبط باش عملت القناه. باقا يلاه ماشا ايطاب طريطاب والحمد لله انا ماشي فواحد المستوى مزيون. كنتمنى نبقى هيدا وكنتمنى المتابعه ديالكم يشجعوني بحال هكذا. وما تنساوش بارطاجيو لي فيديو ديالي مع صحاباتكم مع خواتكم مع عائلتكم. اللي عمرها ما شافت القناه ديالي تصادفات مع لي فيديو ديالي ما تنساش تابونا في لاشين ديالي، هاي تما ابوني وتفعل الجرس باش يوصلها دائما الجديد. شكرا بزاف ليكم وراكم دائما في القلب. باي باي عليكم.